بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 98. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. ما زال سياق الآيات الكريمة في الحث على الإنفاق في سبيل الله، وفي هذه الآية الكريمة للفقراء بيان لمصرف من مصارف هذه النفقات يكون أولى من غيره، يكون أولى من غيره من بقية وجوه المصارف الخيرية، وهو أن يدفع للفقراء. والمراد بالفقير، الفقراء جمع فقير، والمراد بالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، فهذا أولى من غيره للفقراء. ثم وصفهم وبين سبب فقرهم، بين سبب فقرهم الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا عن الكسب، حبسوا عن الكسب لأنفسهم من أجل الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون ضربا أي سفرا، لا يستطيعون ضربا في الأرض لطلب الرزق، لأن الضرب في الأرض معناه السفر، لا يستطيعون ضربا في الأرض بسبب إيمانهم ومحاصرة الكفار لهم وتخطف الكفار لهم لو سافروا، لأن الكافرين يضايقون المسلمين في أول الأمر، فهؤلاء
الفقراء حبسوا عن الكسب والسفر لطلب الرزق لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون، ولكنهم صبروا على ذلك. وهذا يدل على أن الفقير الذي يستطيع الكسب والسفر، يستطيع الكسب والسفر وطلب الرزق، أنه لا تحل له الصدقة، لأنه غني بقوته وقدرته على الكسب. إنما الصدقة للفقير الذي لا يستطيع الكسب، إما لمرض في جسمه أقعده عن العمل، وإما لمانع منعه من طلب الرزق، فهذا هو الذي يستحق الصدقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي، لذي مرة يعني قوة، ذو مرة فاستوى يعني ذو قوة. فالقوي الذي يقدر على الكسب لا يعطى من الزكاة، بل عليه أن يطلب الرزق. ثم وصفهم بوصف آخر يقتضي الشفقة عليهم وتفقد أحوالهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هم مع فقرهم وعوزهم لا يسألون الناس، لا يسألون الناس، فهؤلاء أحرى أن يعطوا وأن يتصدق عليهم، فهم أحق من الذي يسأل، لأن الذي يسأل يجد ما يكفيه، لكن هؤلاء لا يسألون، لا يسألون الناس. أما الذي يسأل فالناس يعرفون أنه محتاج ويعطونه، لكن المشكل الفقير الذي لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير الطواف الذي يعني الذي يطوف على الناس فتكفيه التمرة والتمرتان، إنما الفقير الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو أشد الناس فقرا. فدل على أن المتعفف عن السؤال الفقير، على أن الفقير المتعفف عن السؤال يقدم على الفقير الذي يسأل، وإن كان لكل من الاثنين حق، لكن الأولوية تكون للمتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، لكن تعرفهم بسيماهم، العلامات الظاهرة، علامات الفقر تظهر عليهم في ملابسهم، في أجسامهم تظهر عليهم علامات الفقر، ومع هذا لا يظهرون للناس أنهم فقراء، بل يتعففون عن السؤال، لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو كثرة السؤال والإلحاح، الإلحاح في السؤال. هؤلاء قد يعرضون تعريضا خفيفا، لكنهم لا يلحون، فهؤلاء أولى من غيرهم. وهذا توجيه للمسلمين وأصحاب الأموال
أن يتفقدوا هؤلاء ويقدموهم على غيرهم. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا من خير، يعني الخير المراد به المال، المراد به المال، وما تنفقوا من خير أي مقدار، لأن ما عامة من ألفاظ العموم. ما تنفقوا من خير، من مال قليل أو كثير، فلا يحقر الإنسان الصدقة ولو كانت قليلة، لا يحقر الصدقة ولو كانت قليلة، فإنها تنفع الفقير. وأيضا الله جل وعلا ينميها ويضاعفها لصاحبها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث أن الله جل وعلا ينمي الصدقة لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. ولهذا قال: وما تنفقوا من خير فإن الله، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، لا يخفى عليه سبحانه. لا تقل هذا قليل، الله ما لا يعلمه، الله يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء القليل والكثير، لا يخفى عليه شيء. لا تظن إن الله لا يعلم إلا المال الكثير، وإنما يعلم كل شيء حتى القليل. والمدار ليس على القلة والكثرة، المدار على إخلاص النية، على إخلاص النية لله، وعلى وضع الصدقة في موضعها. هذا الذي ينبغي التركيز عليه: أولا إخلاص النية لله عز وجل، وثانيا وضع الصدقة في موضعها اللائق بها. فإذا صلحت النية ووضعت الصدقة في موضعها اللائق بها فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه وعد بالأجر من الله سبحانه وتعالى، ترغيب في الصدقة، وأيضا فيه التحذير من الرياء: إن الله به عليم، يعلم نياتكم ويعلم مقاصدكم. ففيه الترغيب والترهيب، قوله جل وعلا: فإن الله به عليم، ترغيب وترهيب، ترغيب لأصحاب الإخلاص والنية الصالحة، وترهيب لأصحاب النوايا السيئة والرياء والسمعة: فإن الله به عليم. ثم قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ثناء من الله جل وعلا على هذا الصنف من الناس، الذين ينفقون أموالهم في كل وقت من ليل أو نهار، لأن الحاجة مستمرة، الحاجة مستمرة، فلا تقتصر على وقت دون وقت، بل أنفق في الليل والنهار في جميع الأوقات. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في أي وقت، والفقراء موجودون في الليل والنهار. ألا تقل أنفق في النهار، وقد يكون الإنفاق في الليل أفضل من أجل أنه أخفى، من أجل أنه أخفى
على الناس يعني أخفى عن الناس. أما الصدقة بالنهار فإن الناس يرونها ويخشى على صاحبها من الرياء. فالإنفاق في الليل وفي ظلام الليل وسواد الليل وكون الناس نائمين هذا يدل على إخلاص النية لله عز وجل، وأن الإنسان ما يريد الرياء والسمعة. لو أراد الرياء والسمعة صبر إلى النهار، لكنه يتحرى الأوقات التي تخفى فيها الصدقة عن الناس. وفي النهار لا بأس أن الإنسان يتصدق، لأنه أيضا في النهار ربما إذا رآه الناس اقتدوا به، وأيضا إذا رآه الناس عرفوا الفقراء فتصدقوا عليهم. ففي مصلحة في الليل وفي النهار يتساوى هذا، لا ميزة لأحدهما على الآخر، وإنما هذا بحسب الحاجة، بحسب الحاجة وتحري المحتاجين في الليل أو في النهار. يقون أموالهم بالليل والنهار سرا لا يدري عنهم أحد، وعلانية يراهم الناس. وقد سبق في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. سرا وعلانية، سرا لا يدري عنهم أحد، وعلانية يراهم الناس. وفي كلا الحالين العبرة بإخلاص النية لله عز وجل، والعبرة كما سبق بوضع الصدقة في موضعها اللائق بها ليلا أو نهارا سرا أو علانية. ففي هذا الحث على الصدقة والمداومة عليها في جميع الأوقات، وفيه الحث على إخفاء النفقة والصدقة عن الناس مهما أمكن، وإذا لم يمكن فلا مانع أنه يظهرها، وقد يكون إظهارها فيه مصلحة لأن الناس ينتبهون ويقتدون به ويسن في الإسلام سنة حسنة. لهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لهم أجرهم ثوابهم، لهم ثوابهم بدل ما أنفقوا الله يخلف عليهم بالبركة في أموالهم، وأيضا يوفر لهم الأجر في الدار الآخرة أحوج ما يكونون إليه. لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم عند ربهم، هذا تكفل من الله جل وعلا، لأن الله يأجرهم على ولا تضيع أعمالهم عنده. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا نضيع أجر المحسنين. لهم أجرهم عند ربهم، وهذا تشريف، تشريف للصدقة والمتصدق في أنه أجر، في أن أجره يكون عند الله لا عند غيره، لا عند غير الله عز وجل. وفيه حث على الإخلاص، حث على الإخلاص لله عز وجل. ثم قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم، هذه مزية عظيمة، وأيضا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من الماضي، من المستقبل، لا خوف عليهم من المستقبل، ولا هم يحزنون على ما فات، لا يخافون مما يأتي ولا يحزنون على ما فات، لأن الله جل وعلا قد أمنهم، لأن الله قد أمنهم.
وجعل الإيمان في قلوبهم فلا يتأسفون على شيء مضى ولا يحزنون على شيء مضى ولا يخافون من شيء مستقبل لأن الله أمنهم منه. فهذا فيه فضل المتصدقين وأن الله يؤمنهم من خطر المستقبل ويرفع الحزن من قلوبهم على ما مضى وفات، فلا يتأسفون على ما أنفقوا بل يفرحون بذلك ولا يخافون من المستقبل ومن الفقر والحاجة لأن الله تكفل لهم سبحانه وتعالى، فهم في أمان الله وحفظه بسبب الصدقة. فهذا فيه فضل الصدقة، والصدقة يدفع الله بها البلاء ويوفر بها الرزق وينمي بها المال، ما نقص مال من صدقة أبدا، بل إنها تزيده وتنميه وتحفظه من الأخطار. فالمال الذي تخرج زكاته ويتصدق منه الله جل وعلا يحفظه من الأخطار ومن الأضرار ومن النكبات والنكسات ومن الإفلاس. ولهذا تجد أصحاب الإحسان تتوفر لهم الأموال ويأتيهم الرزق من حيث لا يحتسبون، ويوفقهم الله جل وعلا. وتجد البخلاء والأشحاء تجدهم على خوف دائم وقلق دائم على أموالهم، إنها تسرق، إنها تحترق، إنها يتعرض، إنها تخسر. هم في قلق دائم وخوف مستمر. وتجد أصحاب الإحسان مطمئنين وأرزاقهم دارة ومباركة، هذا شيء ظاهر، وهذا كله ببركة الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر ضد المتصدقين. الآيات السابقة كلها في الصدقات والحث عليها وبيان آداب الصدقات وتحذير من الرياء فيها والحث على إخلاص النية لله عز وجل وضرب الأمثلة للمؤمنين المتصدقين وضرب الأمثلة للمنافقين والمرائين بأعمالهم، كل هذا سبق. ثم انتقل السياق إلى المرابين والعياذ بالله، المرابين ضد المتصدقين. المتصدق يعطي ويبذل والمرابي يأخذ ولا يعطي، يأخذ أموال الناس ولا يعطي ولا يخرج شيئا لله عز وجل. الذين يأكلون الربا. الربا ما هو؟ الربا هو الزيادة. الربا في اللغة هو الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه الربوة أي المرتفع من الأرض. فالربا في اللغة الزيادة، والمراد بها هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة، ما هو كل زيادة، وإنما زيادة مخصصة وليست في كل شيء بل في أموال مخصوصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الحديث الصحيح: البر بالبر والتمر، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر
بالتمر والفضة بالفضة والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. هذه الأصناف هي التي يدخلها الربا بالنص الصحيح، ستة أصناف: البر بالبر هذا واحد، الشعير بالشعير هذا اثنين، التمر بالتمر هذه ثلاثة، الذهب بالذهب أربعة، الفضة بالفضة خمسة، الملح بالملح. هذه لا يزاد، إذا بيع بعضها ببعض فلا بد من التساوي في المقدار، ولا بد من التقابض في المجلس، سواء بسواء يعني متساوي، وزنا بوزن، يدا بيد يعني بتقابض في المجلس. هذه هي التي يجري فيها الربا بالإجماع، بإجماع أهل العلم لورود النص فيها. وقد اختلف العلماء هل هناك أشياء غيرها يدخلها الربا؟ قالوا نعم، الجمهور على أنه يدخل، أنه يشاركها في تحريم الربا كل ما وافقها في علة الربا. العلة التي من أجلها حرم الله الربا في هذه الأصناف الستة، العلة التي من أجلها حرم الله الربا في هذه الأصناف الستة يلحق بها كل ما شاركها في علة التحريم، وهذا ما يسمونه بالقياس، يسمونه بالقياس، وهو أصل من أصول الأدلة، القياس، قياس الصحيح. هذا مذهب الجمهور، أن كل ما شارك هذه الأصناف الستة في علة التحريم فإنه يدخله الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. وهناك جماعة من العلماء قصروا الربا على هذه الستة فقط، كالظاهرية قصروا على هذه الستة التي جاء النص بتحريم الربا فيها، وما عداها ليس فيه ربا عندهم. لكن مذهب الجماهير من أهل العلم على أن الربا يدخل في كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها حرم الله الربا فيها، والقياس دليل صحيح عند أهل العلم. لكن ما هي العلة؟ لابد من تحرير العلة التي من أجلها حرم الله الربا في هذه الستة. بعض العلماء قال العلة في التمر، في العلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، لأنها مكيلة، فكل ما يكال ويدخر يدخله الربا، كل ما يوكل سواء يوكل أو مما لا يوكل لكن ينتفع به، كل ما يوكل ويدخر فإنه يدخله الربا. والعلة في الذهب والفضة هي الوزن، فكل ما يوزن من الأشياء يدخله الربا، يدخل في المكيلات والموزونات. هذا قول، وعليه جمع من أهل العلم كالحنابلة والحنفية. القول الثاني أن العلة في هذه الأشياء أنها مطعومة، مطعومة جنس يعدها الناس للأطعمة، فكل ما يعد للأطعمة يدخله الربا، وما لا يعد للأطعمة لا يدخله الربا، لأن هذه الستة كلها مطعومة، كلها مطعومة. والعلة في النقدين عندهم، العلة في الذهب والفضة عندهم هي النقدية، كونها نقود. فالعلة في الذهب والفضة النقدية والثمنية،
لا أنها موزونة، بل لكونها أثمان للأشياء ونقود. والعلة في بقية الستة الأربعة الباقية هي أنها أطعمة، هي يدخل الربا في كل طعام، كل ما يتخذه الناس طعاما يدخله الربا قياسا على الستة هذه. والقول الثالث الجمع بين هذين القولين، العلة في الذهب والفضة النقدية كونها نقود وسكة تعامل بها الناس، وأما العلة في الأربعة الباقية فهي مجموع الأمرين، الطعمية مع الكيل أو الوزن، الطعمية مع الكيل أو الوزن. على كل حال هم اتفقوا أن كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها أو الربا فإنه يدخله الربا كما يدخلها سواء. وإن اختلفوا في تحديد العلة فهم مجمعون على أن كل ما شارك هذه الستة في العلة فإنه يكون مثلها في التحريم، تحريم الربا فيها. هذه مسألة الربا. والربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل يعني زيادة كالصاع بالصاعين والكيلو بالكيلوين أو كيلو ونصف أو صاع ونصف، هذه زيادة لا تجوز. والنسيئة هي التأجيل، فلا يباع التمر بالتمر مؤجلا والبر بالبر مؤجلا والشعير بالشعير مؤجلا، ولا تباع النقود بالنقود مؤجلة، بل لابد من التقابض، وهذا ما يسمى بالصرف، النقود يسمى بالصرف، فلا بد من التقابض في المجلس. وهذا الربا يسمى ربا النسيئة أي التأجيل، وهذا هو الذي كان موجودا في الجاهلية، كان موجودا في الجاهلية ربا النسيئة. وذلك أنهم كانوا يداينون الناس، يداينون الناس بالنقود، فإذا حل الأجل قالوا للمدين تعال إما أن تسدد وإما أن نزيد عليك المبلغ ونؤجله مرة ثانية، فإما أن يسدد عند حلول الأجل وإما أن يزيد عليه المقدار ويضاعف عليه ويزيد عليه في المقدار ويفسح له في الأجل مرة ثانية، وإذا حل مرة ثانية كذلك وكذلك وكذلك حتى يتضاعف على الفقير، يتضاعف الدين على الفقير من غير أن يستفيد الفقير شيئا. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا إجحاف بالفقير، حاهم بالفقير، يتعاظم الدين عليه من دون أنه يستفيد. هذا ربا النسيئة وهذا ربا الجاهلية، وهو زيادة الدين على المعسر إذا لم يستطع السداد، زادوه عليه وأجلوه مرة ثانية وهكذا، هذا ربا النسيئة. وربا الفضل هو الزيادة في هذه الأشياء، أن يباع بعض جنسها، أن يباع بعضها ببعض مع زيادة في أحد المقدارين، هذا ربا الفضل. كان يبيع صاع من التمر بصاعين أو صاع ونصف من التمر، هذا لا يجوز، بل لابد من التساوي، أو الشعير أو البر أو غير ذلك من المكيلات. هذا الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. الذين يأكلون الربا، يأكلون الربا يعني يأخذونه، يأخذونه ولو ما أكلوه، وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع،
وإلا لو أخذه بنى به بيوت أو دكاكين أو أنفقه في مزرعة، كله سواء، كله سواء. لو ادخر عنده ولا عمل فيه شيء، وإنما يكدسه عنده وأرصده ضخمة، فسواء أكله أو لم يأكله، المهم أنه أخذ الربا، ألا يجوز. وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، ولهذا قال في بني إسرائيل وأخذهم الربا، أخذهم، مجرد أخذهم له ولو لم يأكلوه، لعنهم الله بسبب ذلك وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله آكل الربا وهو الذي يأخذ الربا، ولعن الله موكل الربا وهو الذي يدفع الربا، ولعن الله الشاهدين اللذين يشهدان على عقد الربا، ولعن الكاتب الذي يكتب العقد، والموظف الذي يكتب عقود الربا في البنوك أو في الشركات أو في غيرها، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، فكلهم ملعونون، مما يدل على شدة تحريم الربا والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون يعني لا يقومون من مجالسهم، لا يقومون من القبور يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا يستطيعون القيام من القبور إلا كقيام المصروع الذي فيه جن يصرعه الجن، يقوم يسقط. الناس يقومون ويمشون، يروحون للمحشر، هذا يقوم من القبر يبي يمشي مع الناس ويعجز، يطيح ويقوم ويطيح، عقوبة له والعياذ بالله بين العالم الأولين والآخرين. لا يقومون من قبورهم عندما يبعثون يوم القيامة، عندما يبعث الله من الناس من القبور ويسيرون إلى المحشر، هذا لا يستطيع أن يمشي مع الناس، بل يقوم ويسقط، مثل الإنسان الذي به صرع من الجن، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني المجنون، لأن الجنون مس من الجن، يدخل الجن في الإنسان، فالإنسان يختل توازنه، يختل عقله، ويختل تفكيره بسبب مس الجن. هؤلاء يكونون كالمجانين يوم القيامة، كالمجانين عند البعث، نسأل الله العافية. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، سبب ما هو؟ السبب الذي فضحهم وجعلهم يقومون ويسقطون، لأنهم قالوا في الدنيا لما حرم الله الربا اعترضوا على الله، وقالوا: لماذا يحل البيع ويحرم الربا؟ البيع مثل الربا، أو الربا مثل البيع، فلماذا الله يحرم هذا ويبيح هذا؟ يعترضون على الله سبحانه وتعالى، مع كونهم يأكلون الربا أيضا يعترضون على رب العالمين، ذلك بسبب أنهم قالوا في الدنيا لما نهوا عن الربا، قالوا: لماذا تنهون عن الربا؟ الربا مثل البيع، البيع حلال والربا حلال. قالوا: إنما البيع مثل الربا. والآن تجدهم يحتالون على الربا، يسمونه بيع،
الآن يحتالون على الربا يسمونه بيع علشان يسترون أنفسهم، وإحنا ما أخذنا ربا، إحنا بعنا بيع، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وانظر كيف عكسوا الأمر، كان اللي يتصور أن يقول إنما الربا مثل البيع، لأن القياس الحاق الفرع بالأصل، هم الآن ألحقوا الأصل بالفرع لأنهم يتخبطون والعياذ بالله. إنما البيع مثل الربا، يعني الربا عندهم ما في شك أنه حلال، ما في شك أنه حلال، وقاسوا عليه البيع عكس القياس الصحيح، إنما البيع مثل الربا، وكان القياس أن يقول إنما الربا مثل البيع، كما أن الله حل البيع فإن الربا يكون حلالا، لكن عكسوا من باب المغالطة مع الله سبحانه وتعالى والاعتراض عليه. الله رد عليهم فقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، الله أحل البيع لأنه كسب طيب وليس فيه ظلم لأحد، ليس فيه ظلم لأحد، البيع طيب كسب طيب، وأما الربا فإنه خبيث وظلم للناس وأكل لأموال الناس بالباطل. فالله جل وعلا حرم الربا، أحل البيع وحرم الربا، ولا اعتراض على الله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من بلغه تحريم الربا كان يتعامل بالربا يظن أنه حلال، لكن سمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أن الربا حرام، انتهى وتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، فله ما سلف، يعني يغفر الله له تعامله السابق عن جهل، حينما كان يأخذ الربا عن جهل فلما علم أنه حرام تركه، الله جل وعلا يغفر له ما سبق فضلا منه وإحسانا. فمن جاءه موعظة من ربه، أي بلغه التحريم من الله ومن رسول الله، بلغه التحريم فامتنع، وكان من قبل يتعامل في الربا، الله يغفر له ما سبق، والتوبة تجب ما قبلها، فله ما سلف. وأمره إلى الله في المستقبل، فإن استمر على التوبة، إن استمر على التوبة استمرت له المغفرة، وإن رجع إلى الربا عاد عليه الوعيد والعياذ بالله. وله وأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأمره إلى الله في المستقبل، فإن استمر على التوبة استمر العفو عنه وعدم المؤاخذة. ومن عاد إلى الربا بعد ما جاءته الموعظة فأولئك أصحاب النار. من عاد إلى الربا بعد تحريمه وبعدما بلغه تحريمه وقامت عليه الحجة، فأولئك أي المرابون الذين لم يتوبوا أصحاب النار، أي الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والعياذ بالله. أصحاب النار هم فيها خالدون باقون لا يخرجون منها،
ولكن هنا إشكال، وهو أن أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يصل إلى الكفر ولا إلى الشرك، فلماذا حكم الله عليه بالخلود في النار مع أنه يعتبر من العاصين لا من المشركين والكافرين؟ قالوا هذا فيه تفصيل: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني إن استحل الربا مثل ما قال الذين ذكر الله عنهم إنما البيع مثل الربا، إن استحله فإنه كافر ويكون خالدا في النار مع الكفار والعياذ بالله. أما إن كان يعترف بتحريم الربا ويقر أن الربا حرام ولكنه أكله من باب الشهوة وحب المال، وهو يعترف أنه مذنب وأن الربا حرام، فهذا متوعد بالنار لكنه لا يخلد فيها مثل أصحاب الكبائر، يدخلون النار أو يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يأكل الربا لا عن استحلال وإنما عن حب للمال فقط مع اعترافه بتحريمه واعتقاده لتحريمه، فهذا من أصحاب الوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في النار، وقد يطول بقاؤه في النار ويخلد فيها خلودا مؤقتا، خلودا مؤقتا لا خلودا دائما مع الكفار. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة المشكلة: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خلودا مؤبدا إن استحلوه، وخلودا مؤقتا إن لم يستحلوه، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار بعد ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة المبني على الأدلة في أصحاب الكبائر من هذه الأمة. وعلى كل حال فإن الربا خطير والعياذ بالله، وخطورته شديدة من ناحية أن القلوب تتعلق بحب المال، فقد يحملها حب المال على المرابات وعلى أخذ الربا، فإذا قدم طاعة الله على ما تحبه نفسه فهذا دليل على قوة إيمانه، وإن قدم ما تحبه نفسه على طاعة الله فهذا دليل إما على عدم إيمانه وإما على ضعف إيمانه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تغيير العملة إلى عملة أخرى عن طريق البنوك الربوية داخل في الربا؟ هذا يسمى بالصرف، تغيير العملة بعملة أخرى إذا تقابض الطرفان قبل التفرق لا بأس به، هذه مصارفة في البنوك أو في غيرها، هذه مصارفة. أما إذا تفرق ولم يتقابض أو لم يقبض أحدهما فهذا هو الربا، ربا النسيئة. نعم. ما حكم شراء السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذا لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين، عقد إيجار وعقد بيع، وكل عقد له أحكام خاصة، فلا يخلط بين العقدين عقد إيجار وعقد بيع، هذا لا يجوز. إما أن يكون بيعا فقط
وإما أن تكون إجارة فقط ولا يجمع بينهما. نعم. يقول: ما رأيكم في فوائد البنوك الإسلامية، وما حكم العمل في البورصة والاشتراك فيها بالمال؟ كل معاملة ليس فيها ربا، كل معاملة تخلو من الربا فهي حلال، وكل معاملة فيها ربا فهي حرام، في البنوك وفي البورصة أو في غيرها. نعم. العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. نعم. ما حكم أولاد آكل الربا، هل يأثمون؟ ما ذنبهم؟ أولادهم ليس لهم ذنب، لكن إذا علموا بالربا وهم يقدرون على أن يستقلوا بأنفسهم ويبتعدون عن آبائهم الذين يأكلون الربا، يجب عليهم أن يبتعدوا وأن يستقلوا بأنفسهم. نعم. ما حكم المساهمة في البنوك عموما؟ المساهمة في البنوك وفي غيرها إذا كانت خالية من الربا فلا بأس، أما إذا كان فيه ربا فلا تجوز، لا في البنوك ولا في غيرها، فلا تساهم إلا بشيء نظيف نزيه من الربا، من القمار، من الغرر والجهالة. نعم. يقول: من أصيب بالسحر ويشعر بالضرر الكبير، هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليفك عنه هذا السحر؟ يا أخوان، ما كان المسلمون يعرفون هذا، ولا يجوز الذهاب إلى الساحر ولا إلى الكاهن، لا يجوز التداوي بالحرام، الحرام مجرد الحرام لا يجوز التداوي به، فكيف بالكفر؟ السحر كفر ولا يجوز التداوي بالكفر، هذا لا يجوز، ولا يحسن بطالب علم أن يتفوه بهذا الكلام أو يقول هذا الكلام وينشر بين المسلمين، فاحذروا من هذا القول. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما واجبنا تجاه ما يتعرض له إخواننا المسلمون في فلسطين وأفغانستان وغير ذلك؟ عليكم ما تقدرون عليه من الدعاء لهم والدعاء على الظلمة والكفار، هذا تقدرون عليه، والدعاء عند الله له مكان، له مكان عظيم. نعم. يقول: جئت إلى جدة من دبي للعمل لمدة يوم أو يومين، هل يجوز لي الإحرام من جدة؟ جئت إلى جدة من دبي للعمل لمدة يوم أو يومين، هل يجوز لي الإحرام من جدة لأداء عمرة؟ إذا كنت يوم تأتي من دبي ناويا العمرة فلا يجوز لك تحرم من جدة، تحرم من الميقات الذي مررت عليه في طريقك إلى جدة، تحرم من الميقات، ترجع إليه وتحرم منه. أما إذا كنت جئت للعمل ولم تنوي عمرة وفي أثناء العمل بدالك تعتمر، تحرم من المكان الذي نويت منه من جدة، إذا كان ما نويت العمرة إلا وأنت في جدة تحرم من جدة. نعم. هل يجوز لمن أدى عمرته أن يخرج ليؤدي عمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يجوز لمن أدى العمرة عن نفسه أن يؤدي عمرة أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى العمرة، لأنه له من الأجر مثل أجر من عمل بسنته، فله أجر المعتمرين وأجر الحجاج وأجر الصائمين والمجاهدين، كل عمل يعمل تعمله الأمة فله مثله عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى أنك تعتمر عنه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حقه عليك الصلاة والسلام عليه، كلما ذكر كلما سمعت ذكره تصلي وتسلم عليه، وأيضا حق الرسول عليك المتابعة والطاعة، أن تطيعه وأن تتابعه، تعمل بسنته وتجتنب البدعة وتجتنب ما نهاك عنه، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
يقول والدي لديه السرعة في اتخاذ القرارات ولا يتأنى فيها، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث بعض المشاكل. وعندما أتكلم معه وأنصحه عندما يتخذ قرارا لا يقبل النصيحة ويعتبر ذلك عقوقا مني، فما حكم نصحه؟ إن كان والدك يعمل شيء من المعاصي والمخالفات فعليك أن تنصحه وأن تعظه وتذكره، أما إن كان يتخذ قرارات دنيوية فليس لك عليه حق الاعتراض، هو حر في تصرفه ولا تعترض عليه في ماله وفي، إلا إن كان يتعامل بحرام فلك أن تنصحه وأن تعظه وتذكره. نعم. يقول أنا مؤمن على سيارتي لدى شركة تأمين وأدفع قسطا سنويا وتمر السنة ولا يحدث لي أي خسارة أو أضرار، لكني عندما أدفع هذا القسط أنوي في نفسي بذلك المبلغ مساعدة لأناس آخرين متقدمين لهذه الشركة، ما حكم عملي هذا وما حكم التأمين على الحياة؟ التأمين لا يجوز بجميع أنواعه، لا على الحياة ولا على السيارة ولا على أي شيء، التأمين حرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل. وأن تقول أني أمن أنوي الصدقة على المحتاجين، يا أخي لا بغيت تصدق على المحتاجين ما يحتاج تروح للتأمين، ادفعها للمحتاجين مباشرة أو ادفعها لجمعيات الخيرية وهم ينوبون عنك في إعطائها للمحتاجين، ما حاجة أنك تروح تدخلها في الحرام وفي الربا وفي. نعم. يقول من اشتغل بطلب العلم وتأخر في الزواج هل يكون آثم؟ إن كان يخاف على نفسه، إن كان يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فإنه يجب عليه أن يتزوج، ولا يمنعه الزواج من طلب العلم، يتزوج ويطلب العلم في آن واحد. أما إذا كان ما يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام ويريد أنه يطلب العلم أولا ثم يتزوج ما في مانع. طيب، المهم أنه ما يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام. نعم. ما حكم من يوعظ الناس في المقابر بعد دفن الميت؟ هذا لا أصل له، الموعظة في المقابر والخطابة في المقابر لا أصل له، إنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لسبب، وهو أن القبر لم ينتهي إعداده فجلس وجلس الناس حوله فوعظه، فعله لسبب. أما إذا كان ما فيه سبب، القبر جاهز على طول يدفنونه فلا حاجة إلى الموعظة، يدفنونه وإذا فرغوا من دفنه يقفون عند عليه ويدعون له ويستغفرون له ويكفي هذا والحمد لله. نعم. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام حليق اللحية ومسبل؟ أول شيء لا يجوز تنصيب إمام ظاهرة عليه المعصية، لا يجوز أن يجعل إماما راتبا في مسجد من يجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو الإسبال في الثياب أو شرب الدخان، لأن الإمام قدوة فيختار أحسن الموجودين. أما إذا جئت والناس يصلون خلف إمام لك عليه ملاحظة، يصلون خلف إمام لك عليه ملاحظة، فصلي معهم ولا تترك الجماعة، صلي معهم وإذا صليت فإنك تناصح الإمام تبين له الخطأ الذي يلاحظ عليه. نعم. تقول إذا فرغت من الصلاة ووجدت خلفي من يصلي واتخذني سترة له فهل أقوم أم أبقى جالسا؟ أنت بالخيار، إن بغيت تجلس وإن بغيت تقوم ما في معنى. نعم. يقول إذا دخلت المسجد ووجدت الصلاة قد قضيت فهل الأفضل أم أصلي وحدي أم مع رجل آخر لفضل الجماعة، وما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟
إذا وجدت واحد أو أكثر يجب عليك أن تصلي جماعة، ما يجوز تصلي وحدك. إذا وجدت واحد أو أكثر تصلي جماعة معهم ولا تصلي منفردا، لأن الجماعة واجبة، واجبة على الأعيان. أما إذا لم تجد أحدا فصلي وحدك، ولا بأس بإقامة جماعة ثانية إذا فاتت الجماعة الأولى، فاتت لا بأس. أما أن يقام جماعتين أو جماعتان في مسجد والأولى لم تفت، ناس يصلون الجماعة ويجي ناس يصلون جماعة آخرين، هذا لا يجوز، هذا تفرق ولا يجوز. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، وما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت؟ قراءة الفاتحة على الأموات بدعة، ما لا دليل عليها، والمشروع للأموات الدعاء لا القراءة، المشروع لهم الدعاء والاستغفار لهم، طلب الرحمة لهم إذا كانوا مسلمين، هذا هو المشروع. وأما قراءة القرآن الفاتحة وغيرها هذا لا دليل عليه، فهو بدعة. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فهي غير صحيحة ولا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. نعم. يقول: ما معنى الاغتسال لدخول مكة؟ مستحب أنك إذا قدمت من سفر قبل أن تدخل مكة تغتسل، هذا السنة، وإن لم تغتسل فلا حرج عليه. نعم. يقول: متى يقال دعاء الدخول إلى البيوت والمساجد؟ هل عند الباب أو عندما أدخل للمسجد؟ عندما تقدم رجلك داخلا المسجد أو في البيت تأتي بالدعاء الوارد. نعم. يقول: إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة وصليت تحية المسجد ثم خرجت لحاجة أو بدون حاجة وعدت، هل علي إعادة تحية المسجد؟ إذا كنت خرجت بنية الرجوع لحاجة أو الوضوء تنوي الرجوع فلا تكرر تحية المسجد، تكفي الأولى، لأنك في حكم الجالس في المسجد. أما إذا خرجت ما تنوي العودة لكن بدالك أنك تعود، فتأتي بتحية المسجد مرة ثانية، لأن هذا دخول مستقل عن الأول. نعم. هل المصلي في الحرم ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ لا، المصلي لا ينظر إلى الكعبة، ينظر إلى موضع السجود، ولا ينظر إلى الكعبة ولا إلى السماء ولا إلى ما أمامه، بل ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى للخشوع وأبعد عن التشويش. نعم.